السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي. راح ناخذ كتاب الملون A Unit 1 Lesson 5 صفحة 14 وصفحة 15. راح نشرحهم ونحلهم ونترجمهم. يلا عيني. Learning English يعني تعلم الإنجليزي. Learning English تعلم الإنجليزي. Read and match اقرأ ووصل the pictures الصور with the sentences واقرأ وطابق الصور والجمل مع الجمل. هنا عندنا I want to study in the English language. أنا أريد أن أدرس اللغة الإنجليزية. يا صورة يريد يدرس اللغة الإنجليزية هي تا F. نخلي نخلي حرف F. نخلي هنا حرف F. زين. Two. There are lots of books in English. هنالك الكثير من الكتب باللغة الإنجليزية. من الكثير من الكتب ياتي هذه نخلي حرف اي. تمام. نقول النقطة الثالثة 3 lots of people in the world speak English. الكثير من الناس يتكلمون بالعالم يتكلمون اللغة الإنجليزية. من هم الكثير؟ طبعا هذه سي. اي هذه سي نخلي رقم سي. زين. There are lots of songs in English. هنالك الكثير من الأغاني باللغة الإنجليزية اللي هي بي. نخلي حرف بي. Five. I want to travel to other countries. أنا أريد أن أسافر إلى البلدان. من هو اللي يريد يسافر؟ يا صورة اللي يريد يسافر بالبلدان. طبعا هاي دي. أي نخلي حرف دي. النقطة السادسة There is a lot of English on the internet. هنالك الكثير من الكتب من الإنجليزي على الإنترنت. يبقت لنا هذه لحظة أي في الإنترنت. هنا عندنا إنترنت إذا نخلي أي. تمام. هاي صفحة 14. نجي على صفحة 15. 15 يلا عيني. يقول think and discuss اللي هو يقول فكر ونقول think فكر and discuss فكر وناقش. listen استمع. why do you want to learn English؟ لماذا أنت تريد تتعلم اللغة الإنجليزية؟ I want to learn English because أنا أريد أن أتعلم اللغة الإنجليزية. تختارون أنتو. يقول نقول I want to learn English because I want to study in the English language. أنا أريد أتعلم اللغة الإنجليزية بسبب أدرس اللغة. أنا أريد أن أدرس اللغة الإنجليزية. يقول I want to learn English because lots of books, film and song are the English are in English too. I want to learn English because I like English. أنا أحب الإنجليزي. I want to learn English because lots of people in the world speak English. I want to learn English because I want to travel to other countries. I want to learn English because the internet uses English a lot.
What do you think? Read and tick. يقول لك ماذا تريد أن ماذا تفعل أن تفكر وخلي كلمة تك. Disguise with partner. I want to study in English language. يقول أنا أريد أن أدرس اللغة الإنجليزية. Yes, me too. And I want to travel to other countries. يقول لك هذه yes أنا أريد أن وأنا أيضا أريد أن أسافر إلى البلدان. هاي يعني صفحة 14 وصفحة 15، وإن شاء الله نكمل وياكم باقي الصفحات.